الولايات المتحدة الأمريكية تراقب بقلق كبير للغاية توجه المملكة العربية السعودية نحو الصين. الكثير من الأوساط الأمريكية هي التي ركزت على زيارة هذا الرجل الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية. اليوم وصل إلى الرياض في زيارة ستمتد لمدة 3 أيام، وهي 7 و8 و9 من ديسمبر. CNN الأمريكية، النيويورك تايمز وغيرها من الأوساط الأمريكية والصحف الأمريكية تحدثت عن طبيعة ما هو قادم من هذه الزيارة وتداعياتها، خاصة على النفوذ الأمريكي. هذه الزيارة طبعا للرئيس الصيني سيلتقي من خلالها مع العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعد ذلك سيكون حاضرا في قمتين، قمة خليجية صينية وقمة عربية صينية، بحضور العديد من قادة المنطقة. ورئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني سيكون أحد القادة الحاضرين. واليوم أساسا قد نشر مقالا رئيس الوزراء العراقي على الشرق الأوسط، وتحدث أن هنالك فرصة للتكامل الاقتصادي العربي كما تلاحظون من خلال الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة، وكذلك ترابط الدول العربية في ظل رغبة عراقية واضحة للاندفاع أيضا للصين، وهي ليست فقط السعودية أو غيرها من الدول. وهذا هو لب المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. النيويورك تايمز كانت قد وضحت بأن المملكة العربية السعودية من خلال زيارة الرئيس الصيني ستوقع اتفاقية استراتيجية، وهذا يعتبر تحولا كبيرا، خاصة هو أن الصين تمتلك تجارة وتمتلك مشاريع كبيرة وعملاقة للغاية في المملكة العربية السعودية، وأيضا هي تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، والسعودية هي أكبر مورد للنفط للصين أيضا. وهذه مسألة مهمة للغاية يجب أن ننتبه إليها، في ظل أيضا أن هنالك بناء للصين للبنية التحتية للجيل الخامس في السعودية، وأيضا هنالك عملية تعاون كبير وبناء للطائرات العسكرية المسيرة في المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي سيوقع من خلال هذه الزيارة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو زيادة للنفوذ الصيني في هذه المنطقة. وفي مارس الماضي الوول ستريت جورنال كانت قد وضحت بأن المملكة العربية السعودية بدأت تدرس مسألة استخدام واعتماد اليوان الصيني بدلا من الدولار الأمريكي في العقود النفطية التي تمتلكها السعودية وتعمل عليها السعودية مع الصين، في ضربة كبيرة للغاية للدولار الأمريكي. وبالتالي هذا أمر آخر تضع الولايات المتحدة الأمريكية حساباتها فيها، وبأن من الممكن أن تكون الضربة كبيرة للغاية. والولايات المتحدة الأمريكية وضعت عددا من التقييمات مثلا عن طريق الواشنطن انستيتيوت كما تلاحظون في 18 من أكتوبر الماضي، ولاحظت الخطر القادم من النفوذ الصيني تحديدا في المملكة العربية السعودية. مثلا على سبيل المثال، السعودية من عام 2011 وحتى عام 2021 هي أكثر دولة اشترت السلاح الصيني مقارنة بأي دولة من هذه الدول في المنطقة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، إن التقييمات الأمريكية وجدت بأن المملكة العربية السعودية تعتبر ثاني أخطر دولة على النفوذ الأمريكي عندما تقارن الأمور بالنفوذ الصيني. بمعنى آخر، إن السعودية لو أرادت الذهاب مباشرة لتجعل النفوذ الصيني أعلى وأكبر من النفوذ الأمريكي، فبإمكانها عمل ذلك إن لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إيقاف الصينيين، من وضع حد للصينيين، أو الاتفاق وتوسيع الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية. وهذا هو أساس مشكلة خطيرة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية استمرت بالتصريح في هذه المسألة تحديدا منذ يوليو الماضي، ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية كان واضحا تماما، قال لن نغادر الشرق الأوسط ولن نسمح لا لإيران ولا لروسيا ولا للصين أن يمتلكون نفوذا أكبر من النفوذ الأمريكي الذي نمتلكه في الشرق الأوسط. أيضا عاد جينيفر غافيتو التي ترونها أمامكم هنا، وهي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والعراق، قالت لن ننسحب من الشرق الأوسط ونترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران. في 25 من أكتوبر الماضي هي تحدثت عن هذه المسألة تحديدا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمواجهة أي نفوذ ممكن أن يتحدى النفوذ الأمريكي. على هذا الأساس النيويورك تايمز ذكرت الآتي حول هذه الزيارة يوم أمس.
ترسل الرحلة رسالة مفادها أن نفوذ بكين في المنطقة يتزايد في وقت يقول فيه المسؤولون الأمريكيون أنهم يريدون جعل الشرق الأوسط أقل أولوية مع تركيز الموارد الدبلوماسية والعسكرية على آسيا وعلى أوروبا. وبالتالي ببساطة الخارطة على الولايات المتحدة الأمريكية ستكون صعبة للغاية على ما يبدو بعد هذه الزيارة، في ظل توقيع اتفاقية استراتيجية متوقعة من زيارة الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية، وهذا يعني بأن الصين ستمتلك الآن نفوذا أكبر من أي فترة مضت مع المملكة العربية السعودية. هنا كذلك يجب أن ننتبه بأن أيضا الصين هي موجودة في الإمارات العربية المتحدة. التقييمات الأمريكية بحسب الواشنطن انستيتيوت في أكتوبر الماضي وضحت الإمارات العربية المتحدة تعتبر أيضا ثالث أخطر دولة على النفوذ الأمريكي عندما تقارن الأمور بالنفوذ الصيني. وإذا ما ازداد النفوذ الصيني في السعودية يعني يزداد النفوذ الصيني بشكل كبير في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة بشكل عام. أيضا يجب أن ننتبه أن هنالك اتفاقية استراتيجية مهمة للصين مع إيران وأيضا مع العراق. هنالك تحرك كبير جدا قادم من شركة بترو تشاينا التي دخلت في أغسطس الماضي في حقل الحلفاية في محافظة ميسان بشراكة مع بترونس الماليزية وكذلك توتال إنجينيرز الفرنسية. دخلوا بشراكة في هذا الحقل النفطي، والذي اعتبرته الفرانس بريس بأنه تقدم كبير للصين، وبدأت الصين تأخذ نفوذا أيضا في العراق. ولاحظ الخارطة لا تبدو مريحة أبدا للولايات المتحدة الأمريكية التي تحدثت مرارا وتكرارا عن مواجهة النفوذ الصيني. الآن الأمور تغيرت، روسيا صحيح بأن الروس فعلا ينسحبون من سوريا وبأن هنالك نفوذا متزايدا لأطراف أخرى مثل إيران وغيرها، ولكن يجب أن ننتبه إلى مسألة بأن روسيا لا زالت موجودة على البحر المتوسط، هي لا زالت مستثمرة في البحر المتوسط، وبالتالي كل شيء لا يبدو مريحا للولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني أيضا من جهة أخرى في علاقتها مع المملكة العربية السعودية. الأمر لا يأتي فقط بأن هنالك ترابطا صينيا جيدا مع السعودية الآن وهنالك توسعا لهذا النفوذ، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية في مشكلة في علاقتها مع المملكة العربية السعودية. هي بدأت منذ الأيام الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بدأ يضغط على المملكة العربية السعودية في مسألة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبدأ يتحدث عن حقوق الإنسان واتخذ الكثير من القرارات التي تأتي ضد مصلحة المملكة العربية السعودية. فجأة جاءت الحرب الروسية الأوكرانية ووجد نفسه هو بحاجة للمملكة العربية السعودية في مسألة زيادة إنتاج النفط من أجل حل مشكلة الطاقة التي يعاني منها العالم. وفعلا ذهب إلى السعودية، التقى بولي العهد السعودي، التقى بالعاهل السعودي أيضا، طالب منهم المساعدة في مسألة زيادة إنتاج النفط من أجل حل مشكلة الطاقة التي يعاني منها العالم والتضخم الكبير الموجود. ولكنه تفاجأ بعد ذلك لأن كان هنالك قرارا من أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل في اليوم الواحد، وهذا ما أزعج تماما الولايات المتحدة الأمريكية. توعدت السعودية بفرض عقوبات عليها، توعدت أيضا بسحب القوات الأمريكية من هناك، بل إنهم قاموا بتحرك خطير، حركوا مشروعا في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو مشروع نوبك الذي يأتي ضد أوبك، وضعوه على التقويم التشريعي فجأة، وهذا يعني بأنهم كانوا يهدفون إلى عملية التصويت عليه وجعله ويصادقون عليه وجعله كسلاحا بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن لكي يذهب مباشرة لمعاقبة المملكة العربية السعودية ولفرض عقوبات على كل أعضاء الأوبك والأوبك بلس. السعوديون لم ينتظروا أبدا ولم يكذبوا خبرا وجاءوا بسرعة ليردوا على الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مسؤولين سعوديين لم يصرحوا باسمهم ولم يعرفوا عن هويتهم. للوول ستريت جورنال وضحوا تماما بأنهم سيبيعون جميع سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها السعودية إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وشرعت قرار أوبك وبدأت تواجه أوبك. لاحظ طبعا هذه كلها توترات كبيرة مع السعودية، وتوقفت التوترات إلى هذا الاتجاه وإلى هذه النقطة تحديدا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كسب رضا المملكة العربية السعودية إلى درجة بأن قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الصيني، أي يوم أمس قبل وصول الرئيس الصيني إلى الرياض، كان هنالك قرارا كبيرا
كبيرا مثيرا تحدثت عنه الصحف الأمريكية لإحدى المحاكم الفيدرالية التي فيها تم رفع قضية على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. فجأة وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت هذه المحكمة وقالت لها بأن لولي العهد السعودي الحصانة الكاملة، وعلى هذا الأساس المحكمة اضطرت إلى رد هذه الدعوة، إلى رفض هذه الدعوة في رسالة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية بأننا لن نضغط عليكم أيها السعوديون في مسألة جمال خاشقجي نهائيا، وبأننا نريد علاقات أكبر. ولكن هل ستتعاطى السعودية مع هذا الأمر أم أن الوقت أصبح متأخرا للغاية والعالم بدأ يأخذ شكلا آخرا في مسألة النفوذ الأمريكي والنفوذ الصيني؟